Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone, I hope you are all well. اليوم هو البطاقة الثانية من مادة القراءة في برنامج تأسيس اللغة الإنجليزية إنجليزاوي 2. اليوم عنوان البطاقة عن العائلة. طبعا زي ما وضحنا في الفيديو السابق انه دايما هنا حنعود الطالب انه يكتب اسمه name بالانجليش، اسمه اسم العائلة، هنا حيكتب صفه، وهنا الدرجة من 10، كل خطأ بيقع فيه الطالب في القراءة بنخصم له 1. تمام؟ طيب عنوان البطاقة الثانية my family. my family عائلتي. طبعا زي ما عودناكم انه احنا حنقرأ مرتين، المرة الاولى مع توضيح المعنى، والمرة الثانية ستكون أبطأ عشان نركز في اللفظ الصحيح باللكنة البريطانية المعتمدة في مدارسنا. نقرأ بسم الله. Hi, this is my family. مرحبا. طبعا هذا الولد اللي بيحكي. This is my family. هذه عائلتي. We're happy. نحن سعداء. This is my grandfather. هذا جدي. He's old. هو كبير في السن. This is my grandmother. هذه جدتي. She's old too. إنها كبيرة أيضا. This is my dad. هذا أبي. He's a doctor. إنه طبيب. This is my mom. هذه أمي. She's a housewife. إنها ربة منزل. المرة الثانية. My family. Hi, this is my family. We're happy. This is my grandfather. He is old. This is my grandmother. She's old too. This is my dad. He's a doctor. This is my mom. She's a housewife. Goodbye.